طبعا يمكن موضوع السعودية هو جه في شهر واحد تمام. وكان كأس العالم في شهر ستة، فطبعا لما جالي الأوفر ده فأنا طبعا فكرت فيه بشكل تاني خالص، إن أنا أبقى موجود ألعب خلال الفترة دي في السعودية بشكل أساسي عشان تبقى فرص تواجدي في كأس العالم أكبر من وأنا في النادي الأهلي على الدكة بشارك، مش بشارك، بشارك جزء قليل، لكن خطوة السعودية خدتها وهدف واحد كان قدامي هو ان انا اشارك في كاس العالم، ما حصلش نصيب طبعا، لكن خلصت فتره الاعاره بتاعتي، يعني انا تقييما للتجربه كامله يعني بالظبط. لا، كان النادي الاهلي كان اولى بصالح جمعه، كان الموضوع يبقى مختلف يعني تماما يعني. صح، منتخب مصر في كاس العالم. زعلت يعني، زعلت لان انا كنت موجود في التصفيات معهم، كنت ماشي بشكل كويس جدا، مفنش معاهم المباريات الاخيره في المجموعه، وصلنا كاس عالم الحمد لله. بعد كده ما حصلش نصيب لما شاركت في سيمي فاينل النجم الساحلي، اتعورت قعدت شهر ونص بعيد عن المباريات وكل الكلام ده، فيمكن انت عارف ان البطولات دي بتبقى يعني ياما ناس عدى عليها، كاس عالم شباب وكاس عالم بتبقى فيه اصابات في النص، بتبقى فيه عدم توفيق، فانا شايف ان كان فيه عدم توفيق قبل كاس العالم يعني.